اسمع هذا، يقول لك I lost my why in the dark. ايش معناها ذي؟ أبعد طريقي في الظلام، يعني لا تضيعنا في الضباب. عرفت؟ تسبيك انجلش انت ولا كلمة؟ هلو. خلاص انت don't touch you don't touch me، كل ما نبغى ساكت. عندي سولف. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تقول حاليا في خسارة في أسواق الأسهم العالمية أكثر من تريليون دولار في الختام التداولات الأسبوعية، أسهم أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني. ألو، وصلك اللوكيشن؟ إي أخوي وصلني اللوكيشن. دقيقة. ألو، كاميرا الجوال. الو، نسيت اربط الحزام. ايش تبغى؟ وصلك؟ وصلني اللوكيشن. انا اصلا سبقتكم من زمان شاطبكم. متى؟ من نص ساعه يمكن. سواكم دا يمشي ثلاثه. يلا هلا. يلا 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 باي. هنا الثاني نوفمبر هبطت الاسهم الاوروبيه لثالث يوم في محطه ناو. اجراءات السلامه. اوكي. ذس هذا اميزنج. No dangerous إن شاء الله. شوف أي بين أو شو اسمه، دقيقة، أو سيرجن نحط هذا ونحط هذا إن شاء الله ما في أحد داي في الباص. أوكي أي يا اخي، احس ما فهمون. حل الكتاب اللي انت شاريه يا اخي، ما في الا حوارات مطارات ومطاعم و... اوكي نو ان شاء الله دنجرس. اوخ. عشان هذا صن ممكن يوم ثاني يصير ستروم يلبس هذا، عشان انت عشان في غرض. اوه هذا سيف لك، هذا سيف ان شاء الله ما في غرض. قلت سو هذا اتس مين اتس سو امبورتنت اند فور نو غرغرغرغر. إن شاء الله كلنا حبيب. أوكي؟ ثانك يو.